هاي اصحابي، اخباركم ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير وتكونوا غالبين بالكم كويس جدا من نفسكم الفتره دي وتكونوا مستمتعين بالاجازه بتاعتكم. فيديو النهارده انا جاي اكلمكم فيه عن لابتوب جيمنج من شركه MSI، وهو لابتوب GF63 Thin. اللابتوب ده متميز بان هو لابتوب جيمنج، ولكن في نفس الوقت وزنه خفيف، حوالي 1.8 كيلو تقريبا، سهل ان انت تمسكه. يعني اللابتوب طبعا فيه مزايا تانية كتير هكلمكم فيها في الفيديو دوت، وهكلمكم عن تجربتي دي. بس طبعا بقى قبل ما تخش في الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس. طبعا الناس اللي متابعيني من فترة اكيد عارفين ان انا بقيت استريم على تويتش، ومن قبل تويتش كمان كنت بستريم على فيسبوك. بقى لي فترة كده واخدة سكة الجيمنج، يعني هي مش فترة طويلة قوي ولكن برضو مش فترة قصيرة. وتجربي صراحة في الجيمنج يعني مختلفة شوية، يعني في الاساس بلعب جنشن امباكت، ولكن مؤخرا بدات العب فالورنت يعني بشكل ادماني رهيب. اكيد اي حد بيلعب فالورنت عارف قد ايه هي اللعبه دي يعني بتعمل ادمان للواحد. عموما لو انت بتلعب فالورنت كتير، ما تنسوش تيجوا عندي سيرفر في ديسكورد، بنلعب على طول مع بعض. قبل بقى ما اكلمكم عن تجربتي، خلونا نتكلم عن الجهاز من بره كتصميم، ونخش في المواصفات بتاعته والكلام ده كله يعني بشكل تدريجي. مبدئيا التصميم هنا بتاع الجهاز زي ما انتم شايفين هو تصميم شكله جهاز جيمنج بقى. فانت عندك جسم الجهاز يعني مش معدن، ولكن في فينش الومنيوم كده، وظهر الشاشه زي ما انتم شايفين كده مشكلتها يمكن بتبصم شويه، ولكن شكلها ظريف، وطبعا عليها اللوجو بتاع MSI. كان من الحاجات اللي الواحد ممكن يستغرب ان الواحد يتكلم عليها هي الجزء التحتاني من الجهاز، بس ده طبعا مهم جدا في اي لابتوب جيمنج ان احنا نتكلم عن التهويه. واخده تصميم كده مختلف شويه، يعني مش بس فتحات، يعني زي ما انتم شايفين كده تحس انها معمول علامه اكس. لو هنتكلم عن البورتس او المخارج والمداخل والحاجات المتاحه نوع في الجهاز، فاحنا عندنا مدخل واحد USB Type-C، وعندنا 3 مداخل USB عاديه بتدعم طبعا اللي هو USB 3، وعندنا مدخل واحد HDMI تحسه كده منفرد لوحده، ولكن اعتقد المكان بتاعه حلو جدا لو انت عايز توصل اللابتوب ده بشاشه اخرى او يعني شاشه اكبر او حاجه، هيبقى سهل ان انت توصله من المدخل ده. عندنا برضو المدخل الخاص بتركيب اللي هي الوصله بتاعه الانترنت الارضي، دي ما بنشوفهاش في اللابتوبات الرفيعه او اللابتوبات البيزنس، ولكن حلوه جدا في لابتوبات الجيمنج، هتدي لك طبعا استقرار اكتر في الانترنت وفي اللعب طبعا. وعندنا طبعا المداخل الخاصه بالسماعات والمايك، ومعمولين ان هو من المعدن، ودي حاجه عجبتني، حسيت ان هي نوع الكواليتي بتاعتهم حلوه وكويس جدا ان هي معموله من المعدن. اللابتوب ده زي يمكن اغلبيه لابتوبس الجيمنج ما بتعتمدش على شاحن USB-C زي ما احنا شفنا في اللابتوبس الجديده كتير، ولكن بيعتمد بقى طبعا على الادابتور الكبير بتاع لابتوبس الجيمنج. يمكن هنا حتى ما يعتبرش ده اكبر ادابتور انا شفته، يعني الادابتور يمكن بتاع الجهاز بتاعي عملاق بالنسبه له. اول ما هتفتح الشاشه بتاعه الجهاز او هتفتح الليد بتاع الجهاز، هتقابلك طبعا الشاشه. الشاشه نوعات يمكن الحواف بتاعتها ما تعتبرش يمكن ارفع حاجه، خصوصا من الجزء اللي فوق، ولكن طبعا عشان هنا اللابتوب فيه ويب كام. في لابتوبس جيمنج بتضحي بالويب كام عشان هي تبقى البيدز بتاعتها او الحواف بتاعتها رفيعه. لو هنبص على الكيبورد بتاعه اللابتوب، هنلاقي ان هي واخده اللون كده احمر في الاطراف بتاعتها، يعني ده هيبان اكتر لما بتشغل الباك لايت او الكيبورد نفسها بتنور، هتلاقي ان الكيبورد منوره معاك احمر. طبعا الاحمر ده لون البراند بتاع MSI، فده يعني متوقع هنا في اللابتوب. يمكن للاسف بس ان الكيبورد اللي هو بتنور لون واحد بس، يمكن دي حاجه برضو الناس هتركز فيها شويه لو بتستخدم لابتوب جيمنج، ان في لابتوبس كتيره، ويمكن حتى MSI كمان عندها لابتوبس جيمنج كتيره بتنور اكتر من لون، وكمان ممكن تقسم الكيبورد لكل جزء ليه لون معين. دي برضو في لابتوبس ثانيه من MSI، ولكن الموديل معايا حاليا هو لون واحد بس احمر للزراير بتاعتك. طبعا نقط الزراير صراحه استخدامها كان مريح جدا، يعني ما قابلتنيش مع مشاكل، ومريحه في الاستخدام كده وانت بتكليك عليها. يمكن زرار باور بس شويه تحسه مختفي كده في الجسم بتاع الجهاز، يعني زي ما انتم شايفين كده لازم تعمل كلوز اب كده على الزرار عشان يبان، ولازم برده تضغط عليه تحس ان هو الضغطه خفيفه كده مش هتشغل معاك، لازم تضغط ضغطه مطوله شويه على الزرار. تاتش باد برده نقط في الجهاز ظريفه، يعني الاستخدام بتاعها سلس ما فيهاش مشاكل للمهام العاديه، اكيد طبعا ما حدش هيلعب بيها جيمز يعني. طيب اتكلمنا دلوقتي عن المظهر العام بتاع اللابتوب والبورتس بتاعته، تعالوا بقى نتكلم عن المواصفات بتاعه اللابتوب نفسه، سواء الداخليه او الشاشه. مثلا اللابتوب ان هو بيجي بشاشه فول اتش دي IPS، الشاشه ان هو بتيجي بحجم 15.6 انش، يعني يعتبر الحجم
الحجم التقليدي لشاشات اللابتوب. شاشة ان هو طبعا بتتميز ان هي التردد بتاعها 144 هرتز، وده طبعا هيفرق مع الناس اللي بتلعب جيمز. يعني الاف بي اس دايما بيبقى مهم جدا ان انت تعلي تردد الشاشة عشان تلعب وتستمتع باللعبة، وخصوصا ده طبعا بيفرق في لعب الشوتر زي لعبة فالورنت مثلا اللي انا يعني بقيت مدمن عليها. الشاشة ان هو دقة الالوان فيها او يعني جزئية الالوان 45% NTSC، وده بيقول لك يعني او معنى الجملة اللي انا قلتها دي ان دقة الالوان فيها مش احسن حاجة، فدي طبعا هتفرق معاك في حدة الايديتنج. لو انت بتستخدم لابتوب دوت هتستخدمه في الايديتنج كمان بتاع الفيديوهات بجانب الجيمينج. ودي الحتة دي يعني مش معناها ان الشاشة ان هو وحشة، ولكن الكالر اكيرسي بتاعتها او دقة الالوان فيها ممكن ما تبقاش اظبط حاجة. وانا صراحة في تركية دايما بعملها في حتة الالوان، خصوصا ان انا برضو بستخدم لابتوب جيمينج في الايديتنج بتاعي، مش مثلا معايا ماك بوك اللي هو معروف ان هو دقة الالوان بتاعته رهيبة جدا. انا دايما وانا بايديت على اي فيديو باخد سكرين شوت من الالوان وابعتها لنفسي على موبايلات بتاعتي، يعني عادي جدا ابص على الشاشة الاموليد الالوان عاملة ازاي، وابص على شاشة موبايل تاني عندي اي بي اس واشوف الالوان عاملة ازاي، واظبط الكالرنج بقى على حسب ما هو ظاهر يعني في الموبايلات، سواء محتاج ساتوريشن اكتر محتاج اظبط الساتوريشن بشكل احسن. يعني دي نصيحة مني ليكم لاي حد بيعمل اديت في اي جهاز، يعني بما انه هو لو مش شغال يعني على ماك بوك. طبعا في اكتر من نسخة متوفرة من اللابتوب ده في السوق المصري. النسخة اللي معايا دي اللي هي 10UD، النسخة دي بتيجي بكور اي 7 الجيل العاشر معالج انتل. الجهاز ان هو جاي بمعالج رسومي نيفيديا RTX 3050 Ti نسخة ماكس كيو. جربت عليه فالورنت يعني كتير جدا، اي حد بيلعب فالورنت عارف ان اقل جيم في فالورنت ممكن ياخد ساعة مثلا، يعني لو انت هتخش unrated مثلا ولا حاجة. فصراحة كانت تجربتي معاه في اللعبة ممتازة جدا، ما قابلتنيش مع مشاكل، الفريم ريتس كانت شغالة بشكل ممتاز. طبعا لو انت مفعل بقى الجيمينج مود ان هو على اللابتوب، النسخة اللي انا بجربها من اللابتوب دوت بتيجي في 16 جيجا رام. الرامات ان هو في الجهاز متقسمة على 2 سلوتس 8 و8، والمعالج الرسومي ان هو الرامات بتاعته 4 جيجا رام. الجهاز اللي معايا ان هو جاي بهارد اس اس دي 256 جيجا، وده طبعا اللي بيبقى محطوط عليه الويندوز طبعا والبرامج الاساسيه بتاعتك عشان السرعه، وبيبقى فيه هارد تاني جوه الجهاز بس اتش دي دي، وده 1 تيرا، وده بقى ممكن تخزن عليه بقى الصور والملفات التانيه بتاعتك. الجهاز بيجي بنظام ويندوز 10 اوريدي على الجهاز، ودي طبعا حاجه كويسه. اجهزه كتير تنزل تشتريها تلاقي ان هي ما عليهاش اصلا ويندوز، عليها دوس بس، وانت المفروض بقى تروح تشتري ويندوز او تتصرف يعني في الويندوز، فدي طبعا حاجه ممتازه. الجهاز كمان ان هو upgradable لويندوز 11، ولكن يعني انصحك ان انت ما تستعجلش في الخطوة دي، خصوصا لو انت بتلعب جيمز كتير، يعني ويندوز 11 مش شغال لسه باحسن حال مع كل الالعاب. والجهاز هنا طبعا بيدعم واي فاي 6، وعندنا طبعا بلوتوث ان هو 5.1، واللابتوب ان هو بيجي ببطارية 3 سل 51 وات اور، يعني والاستهلاك ان هو بتاع البطارية طبعا هيفرق جدا عن الاستخدام بتاعك انت. ان هو عندك في اللابتوب وضع مخصص للاكستريم باتري سيفنج، ده هيفرق معاك جدا، ولكن يعني يفضل ان انت تبقى بتستخدمه بس في التصفح، ما ينفعش طبعا زي ما قلت ما انصحكش تماما ان انت تستخدم الالعاب على البطاريه ان هو بتاعه اي جهاز جيمنج عموما مش الجهاز ده بس. وعموما الشركه نفسها على موقع بتاعها بتقول ان البطاريه ممكن تقعد معاك ل7 ساعات، بس زي ما قلت بقى ده بيحتاج منك ان انت تفعل وضع الحفاظ على البطاريه بشكل اكستريم وتقلل الاضاءه خالص يعني، وتبقى الاستخدام بتاعك مخفف قوي، مثلا بتتفرج على فيلم او بتتصفح يعني على اللابتوب. MSI موفر لك مجموعة من البرامج المهمة لللابتوب بتاعك زي MSI Dragon Center، ده بيبقى المركز الرئيسي مثلا اللي انت بتتحكم فيه في اهم الحاجات للجهاز بتاعك، بتعرف درجة الحرارة قد ايه، الاستهلاك بتاع الجي بي يو والسي بي يو عامل ازاي، تقدر ان انت تقفل منه البرامج اللي في الخلفية، تقدر منه ان انت تتحكم في درجة شحن البطارية. يعني طبعا اللابتوبات الحديثة كلها بيبقى عندك من البرنامج الخاص بتاع اللابتوب بتاعك ان انت تتحكم اذا كانت البطارية تتشحن لما توصلها بالشاحن 100% ولا 80% ولا 60%. انا شخصيا بفضل ان انا اشحن البطارية بتاعة اللابتوب 60%، بتحددها يعني من جوه دراجون سنتر هنا هو، او يعني البرنامج الخاص بقى باللابتوب بتاعك، وده طبعا صراحة هيفرق معاك جدا البطارية تعيش معاك لمدة اطول مع الزمن، يعني كل ما هي ما بتتشحنش للاخر ده بيبقى احسن لك، خصوصا لو انت بتلعب جيمز ف99% من الوقت اللابتوب هيبقى متوصل بالكهرباء.
كمان من الدراجون سنتر تقدر تحدد الوضعيه بتاعه اللابتوب بتاعتك. يعني انت عايز تعمل اكستريم جيمنج، كان هو بيخلي لك على قدره للجهاز ان هو يعني قمص زي وضع التربو، لما تيجي تلعب هتلاقي احسن اداء ان هو عندك. ممكن تعمل وضع البالانس مثلا لو انت قاعد شغال عادي جدا على اللابتوب، اكستريم باتري سيفنج لو انت فاصل الكهرباء بقى وقاعد مثلا بتتصفح كده شويه على اللابتوب قبل ما تنام. كل ده بتتحكم منه من الدراجون سنتر. كمان MSI هنا موفر لك تطبيق اسمه MSI اب. البرنامج دوت مميز جدا، بتقدر ان انت من خلاله ان انت تلعب العاب الخاصه بالموبايلات الاندرويد على الجهاز بشكل مباشر. طبعا هو البرنامج دوت مشابه لبلو ستاكس، مشهور جدا، ويمكن هو اصلا كمان معمول بالشراكه مع بلو ستاكس وام اس اي، وبتقدر ان انت بتخش عليه، بتخش على جوجل اب ستور بقى وتخش على الاكونت بتاعك وتنزل اللعب اللي هي مثلا ملهاش نسخه مثلا على البي سي، او انت مش عايز اصلا تلعب نسخه البي سي بتاعتها مثلا زي لعبه ابيكس اللي نسخه البي سي حجمها 50 جيجا ونسخة الموبايل حجمها 3 جيجا. يعني لو انت بتعاني من مشاكل النت وعايز تلعب بس نسخة الموبايل، تقدر تلعبها من على الـ MSI App Player، بدل بقى ما تضطر ان انت تروح تنزل برنامج زي BlueStacks او اي حاجة تانية خارجية، انت عندك البرنامج الخاص بالجهاز بتاعك. كمان في برنامج ان هو خاص بالكنترولز والمزايا الصوتية المتوفرة ان هو في اللابتوب، هو اسمه غريب شوية وانا مش عارفة انطقه قوي، اسمه ناهي مايك او ناي مايك حاجة كده، مش عارفة الـ H Silent ولا لا، ولكن البرنامج ده بيخليك ان انت تستفيد من كل المزايا الصوتيه ان هو في الجهاز، وتفعل بقى اوضاع صوتيات مختلفه، سواء انت بتتفرج على فيلم هيخلي لك صوت خاص بالافلام، سواء ان انت بتلعب جيم مثلا هيعمل لك سراوند ساوند. ولكن طبعا اكيد لو انت بتلعب جيم خصوصا لعبه شوتر، هيفضل طبعا ان انت تبقى لابس سماعه جيمنج عشان تبقى عارف صوت الاعداء جايين من اي اتجاه. ولكن في الجيمز الفن اللي هي مثلا ممكن جيمز مثلا زي فول جايز لو بتلعبها مع كذا حد، دي اكيد مش محتاجه يعني ان انت تلبس فيها سماعه، واكيد ان انت لو شغلتها يعني السماعه العاديه هتبقى برده ممتعه. النسخه اللي معايا من لابتوب MSI GF 63 سن تعتبر متوفره في السوق المصري تقريبا بسعر حوالي 22000 جنيه حاجه كده. يعني طبعا الاسعار متغيره قوي، فانا مش عارفه وقت انتوا هتشوفوا الفيديو هيكون سعر اللابتوب ده كام. سعر اللابتوب يمكن ما يكونش ارخص حاجه طبعا، ولكن بالنسبه للاسعار حاليا في السوق المصري اعتقد ان سعر الجهاز ده كويس. عموما اكتبوا لي في التعليقات رايكم في لابتوبس الجيمنج، وهل انتوا شايفين لابتوبس الجيمنج هي المستقبل بعد كده؟ هل الناس اصلا هتبطل بقى تفكر تشتري اللابتوبس الخاصه مثلا بالبيزنس؟ بان هي برده بتبقى غاليه للمعرفه، اللابتوب البيزنس يعني مش بس اللابتوبس الجيمنج اللي بتبقى غاليه. هل اللابتوب الجيمنج هيبقى هو الاساسي بالنسبه للناس كلها، بما ان هو ممكن يعمل مهام كتير قوي متعدده على خلاف البيزنس لابتوبس، ولا لا؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات، واكتبوا لي تحبوا تشوفوا فيديوهات ايه تاني الفتره اللي جايه. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية خاصه باللابتوبس الجيمنج، لو في حاجات معينه عايزين نجربها، لو في العاب معينه عايزيني احاول اجربها لكم على الاجهزه. انا بقول احاول لان دايما الصراحه بالنسبه لي العائق الاساسي بيبقى الانترنت، ان انا اقعد انزل العاب كبيره، خصوصا الالعاب بقى اللي حجمها 100 جيجا و 200 جيجا. في العاب فعلا 100 جيجا، انا عندي لعبه 100 جيجا قعدت انزل فيها اكتر من شهر للاسف يعني، فدي صراحه مش هيبقى وقت مناسب ان انا اخد انزل لعبه على لابتوب عشان اجربه. ولكن انتوا قولوا لي يعني لو الالعاب مساحتها منطقيه شويه، او ان انا هعرف اوصل لها من غير ما اضطر ان انا انزلها، يعني قولوا لي اجربها لكم في الفيديوهات اللي جايه. ما تنسوش طبعا تتابعوني على فيسبوك وانستجرام لميس الحسيني، وتيك توك الخاص سواء بفيديوهات التيك او فيديوهات الهايلايتس بتاعت الستريمز بتاعتي. واتمنى ان انتوا تنضموا للسيرفر ديسكورد بتاعي، زي ما قلت لكم بنقعد نلعب فالورانت مع بعض، وبنضيف العاب جديده كل فتره لو في ناس كتير مثلا بيلعبوا لعبه معينه بنضيفها عندنا على السيرفر، الناس تتناقش وتتفق ان هم يعني يقعدوا يلعبوا مع بعض بس كده. يلا باي باي.